اهلا بيكم بعد الفاصل مشاهدي قناه الاهلي. بعد الفاصل معانا نجوم بعد سيزون كبير، سيزون ما شاء الله عليه 10 شهور تقريبا العاب القوة بتحقق تقريبا معظم بطولات عندها. خلينا نرحب بضيوفي وهنعرف انهم ما شاء الله برضو تاريخ كبير بيتكتب جوه النادي في العاب القوة. خلينا نرحب بضيوفي كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز العاب القوة بالنادي الاهلي. كابتن ياسر منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك كابتن خالد. الحمد لله انا مبسوط ان احنا موجودين في قناه الاهلي ومعاك تحديدا. ربنا يكرمك يا كابتن ياسر. ومعانا كابتن حفني عبد المقصود مدرب العدو في جهاز النادي الاهلي في العاب القوى. كابتن حفني منورنا ومشرفنا. اهلا بيك كابتن خالد وشرف ليا في قناه الاهلي واهلا بجمهور النادي الاهلي. ومعانا اثنين نجوم، كابتن اميره خالد لاعبه القرص وكابتن ابراهيم يسري 100 متر عدو. كابتن اميره منورانا ومشرفانا. نور حضرتك. ميرسي كابتن ابراهيم منورنا. اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ مبسوط. مبسوط. هنعمل حلقه كويسه ان شاء الله. خلينا نبدا مع كابتن ياسر داوود. انا بقول قبل الفاصل بقول له معظم بطولات اللي كانت موجوده، كابتن ياسر قفش عليا قال لي لا احنا مخلصين البطولات ما شاء الله. يا رب كل الناس كده يكون عندها بطولات. لكن قبل ما نسال كابتن ياسر داوود خلينا نخرج لتقرير عن العاب القوى في السيزون السنه دي وحصاد السيزون السنة دي وترجعوا لنا مره ثانيه. يسعى أبناء النادي الأهلي لألعاب القوى في التحليق عاليا بعدما هيمنوا على أغلب الميداليات والبطولات المحلية. فالمارد الأحمر يمتلك ذخيرة كبيرة من اللاعبين المميزين على المستوى المحلي، أم الألعاب كما تسمى داخل الأولمبياد، لما لها من عشق عند المتابعين والمحبين، إضافة إلى أنها أول رياضة تدخل أجندة الألعاب الأولمبية بسباق الماراثون واختراق الضاحية. هذه اللعبة تحتل مكانة خاصة في فكر مجلس الإدارة الحالي الذي يحلم بالتتويج بميدالية أولمبية مقبلة لتكون الأولى في تاريخ القلعة الحمراء. أبناء النادي الأهلي قدموا موسما مميزا خلال العام الجاري، وكانت البداية مع مصطفى الجمال البطل الأولمبي الذي نجح في التأهل للأولمبياد الماضية، لكن لم تسعفه الإصابة للمنافسة بهذا الحدث الكبير، حيث نجح الجمال في حصد فضية بطولة كأس العالم للقارات والتي أقيم بتشيك نهاية 2018 بمنافسات رمي المطرقة، كما حصل محمد مجدي حمزة لاعب الأهلي على المركز السابع في منافسات دفع الجلة. أما على الصعيد القاري فسنجد أن الشياطين الحمر هيمنوا على منصة التتويج ببطولة إفريقيا الماضية التي أقيمت صيف 2018 بنيجيريا، بعدما فاز مصطفى الجمال بالميدالية الذهبية وحصد إسلام مسعد الميدالية الفضية، فيما آلت البرونزية لحسن عبد الجواد في منافسات رمي المطرقة، كما حصل محمد مجدي حمزة على الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة بنفس البطولة. بالحديث على المستوى العربي نجد أن ألعاب القوى الأهلوية توجت منذ أيام قليلة بالعديد من الميداليات في البطولة العربية التي أقيمت بالقاهرة، فنجد سلمى محسن التي توجت بذهبية رمي الرمح، كما حصل زميلها ماجد البدري على ذهبية رمي الرمح، فيما توجت إسراء عويس بذهبية الوثب العالي وفضية الوثب الثلاثي. يأمل جهاز ألعاب القوى بقيادة ياسر داوود الذي يعمل بشكل ماكوكي لإيجاد كل عناصر النجاح لمنظومة ألعاب القوى بالنادي الأهلي وتسهيل وتيسير كل عناصر النجاح للاعبيه من أجل حصد كافة البطولات والميداليات على كافة الأصعدة، سواء محلية أو عربية أو إفريقية أو حتى عالمية أو أولمبية، وهو ما ينتظره كل عشاق القلعة الحمراء. زي ما شفنا تقرير ألعاب القوى أبطال ونجوم وأرقام وحاجات كتيرة حاجات كتيرة. في الآخر أنا بتكلم على حصد الميداليات وحصد البطولات والكؤوس، ده اللي بنعده في النادي الأهلي، وهو ده اللي يهم كل متابعين النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي عاشقة للبطولات. روح لكابتن ياسر داوود رئيس الجهاز. خلينا كابتن ياسر، نتائج معظم البطولات ولا كل البطولات؟ لا معظم دي بلاش منها. بلاش معظم. الحمد لله كله كله ما شاء الله كله بالنسبة لنا مركز أول تاني تالت ولا كله أول؟ كله أول.
كله أول. الحمد لله من تحت 12 سنة لغاية الدرجة الأولى بنين وبنات ورجال وسيدات. عشان ما الحصاد كبير، عايزين إيه اللي أنت شفته جوه الجهاز السنة دي اللي كنت مش متخيل هو ممكن يكسب، أو مش متخيل كنت عايزه وتتمنى إن هو يتحط على منصة التتويج وفعلا رهنت عليه وكسب البطولات دي؟ بصراحة الجديد السنة دي إن حجم التعاون بين المدربين والروح مع اللاعبين اللي كانت أحيانا يعني نقول ضعيفة شوية مش موجودة السنة دي، يعني الروح اللي شفتها على مستوى اللاعبين والجهاز كمدربين والتعاون مع بعض دي كنت بتمناها من زمان وشفتها، يعني مش عايز اقول بنسبه 100% الحمد لله عشان احنا لسه يعني انا احنا بنطمع في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الكمال في الكمال ما ينفعش طبعا. انما لا كانت واضحه جدا السنه دي، وتحديدا يعني ممكن نقول لما الناس اتحطت تحت شويه ضغوط يعني ان الـ الصداره ممكن تهرب شويه، الناس مجرد الفكر الكلام ده استنفر طاقات اخرى والناس تفوقت على نفسها لاعبين ومدربين. انا بشكر الجميع يعني على مستوى الفريق وعلى مستوى اداره النشاط الرياضي ومجلس الاداره، يعني الحاجات اللي مش شايفاها اللي بعيده عن الاضاءه كالعاب قوه، لا انا شفت كل الدعم كل التشجيع، وده انعكس على اللاعبين والمدربين بحاجات يعني. هرجع لنقطه ياسر معاك، الاداره المتكامله، مجلس اداره معاك، اداره تنفيذيه معاك، جهاز بيشتغل، المنظومه كلها شغاله بتحقق نجاحات. بالظبط هو ده النادي الاهلي. بالظبط هو ده النادي الاهلي. كابتن حفني، كابتن ياسر بيقول حاجه مهمه بصراحه لازم اسالك عليها. تمام. انت في لعبه فرديه، انا بحب نفسي بصراحه اكيد، ازاي الحب يحصل بين لعيب بيحب نفسه وعايز يكسب الميداليه؟ ازاي بتولفوا الاجواء دي؟ ازاي المدربين بيروحوا مع بعض يعني كل مدرب نفسه يتمنى ان هو يحقق الميداليه الذهبيه؟ في روح كده بتكون موجوده، ازاي بتتعاملوا في القصه دي بين اللاعبين وبين المدربين؟ لا هو يعني انا مثلا اللعبه بتاعتي مع اثناء ما هم بيلعبوا او في جو المنافسه طبعا يعني بيبقى مشدود جدا، يعني اما كنت انا لعيب بتبقى كانت سهله عليا قوي، اما بقيت مدرب فطبعا بتحمل مسؤوليه كل لاعب موجود على الستارت على من غلطه في البلوك ستارت او حاجه زي كده، فطبعا ببقى مشدود وكل اللي يهمني ان انا احصد الميداليه للنادي الاهلي طبعا، لان التيشيرت النادي الاهلي غالي جدا يعني من افضل الحاجات اللي احنا مرينا بيها في حياتنا طبعا، رفع علم مصر في المحافل الدوليه ولبس تيشيرت النادي الاهلي اكيد. يعني واذكر انا حاجه لما كنت بلعب طبعا فكيت الجبس بتاعي عشان العب لان النادي كان محتاج الميداليه بتاعتي وكنت لازم العب. ده النادي الاهلي. ده النادي الاهلي بالظبط. وكسرت دراعي بعد كده ورجعت عملت عمليه تصحيح ورجعت الوضع الطبيعي بعد كده، ولكن انا اللي يهمني كان المكسب النادي الاهلي. نفس بالطبيعي ان احنا بعد ما انا اخلص منافساتي واحصل الميداليات بتاعتي، لمجرد ان مثلا اميره او لعيب تاني او بنت انا مثلا مدرب اولاد سبرنت وحواجز بتعدي من جنبي، فانا طبعا بجند نفسي او كلنا بنبقى مجندين ان اللعيب النادي الاهلي ده لازم يكسب الميداليه. تدوله الروح والسبور صعبه، ده انت مبسوط وانت رايح تساعد، ده شغلي كل الناس، ده شغلي ان بيتي انا يهمني ان انا ادخل ميداليه جوه النادي الاهلي جوه بيت النادي الاهلي، نرفع راسنا كلنا نكون مبسوطين، بيبقى في تحدي على اي ميداليه، احنا النهارده عملنا كام، النادي المنافس عمل كام ميداليه، لو كنا متساويين في ميداليات ما بننامش لتاني يوم، لو في اخطاء لازم نتجنبها، نكون حريصين الاولاد يناموا بدري، للميداليات اللي هي فيها منافسه قويه طبعا لازم انا اكون مع اللاعب من الصبح بدري في التسخين في اعداده تمام، ممنوع ان هو يشرب ميه من اي لاعب تاني او ياخد عصير من اي لاعب تاني طبعا، بنتجنب اي حاجه للدوبينج طبعا. او حاجه طبعا بكون معاه بنخدم، يعني انا عندي حاجه في احنا في النادي الاهلي يعني الفريق ال 12 بيلعب يبقى فريق ال 14 يخدم عليه، فريق ال 18 بيلعب فريق ال 16 يخدم عليه، كلنا اسره واحده متكامله، الهدف الاسمى اللي هو حصولنا على ميداليه ذهب والفوز دي اهم حاجه. ابراهيم هاخدك بقى في العدو، هسيبك بقى من كابتن حفني اتكلم معايا في حاجه مهمه، لكن العدو ده نفس طويل وي وي وي، لكن ال 100 متر قاتله الرجال، هما بيقولوا كده صح؟ مين كان بيقول كده كابتن ياسر؟ صح؟ كان كابتن تحسين؟ لا هو لا كابتن رياض شراره؟ كابتن رياض شراره صح؟ بس انا اقول هي 400 هي اللي قاتله الرجال وال 100 متر؟ ال 100 يعني ما سريعه جدا، ما في مش قاتله يعني بصراحه، انا مش هقول عشان تحفظي انا كنت بلعب 400 لكن هي 400 فعلا قاتله الرجال. خلينا مش قاتله الرجال، عروس المدمار يا كابتن كابتن عروس المدمار، عروس المدمار ال 100 متر تك ثانيه، كنت بشجع كارلوس كنت بحبه جدا، فقول لي بتعملها ازاي، بتتمرن لها ازاي عشان تطلع بميداليه في الاخر؟ محتاجه تركيز جامد جدا، لازم اتمرن كتير بالذات يعني مصدر اثبات القوه، لازم الحديد اهم حاجه، ولازم ان انا يعني اهم حاجه الالتزام، لازم التزم، لازم اتمرن كل يوم، باخد راحه، بس المهم ان انا
يعني التزم في كل حاجه. يعني لازم بلوك احساسك بيبقى ايه شعورك؟ الشعور بس هو انا دايما يعني اول ما دخلت اللعبه كنت بعاني صعوبات كتير في ان انا اجي وكده، بس بحاول ان انا التزم في اللعبه واحقق فيها انجازات كتير. اه بحاول ان انا يعني هكلمك بصراحه. تمام. اقول لك انا عليها حكايه، انا عليها حكايه الاسئله دي. تمام بص يا ابراهيم، ال 100 متر دي بتلعبها في وسط 7 لعيبه تانيين مظبوط؟ تمام مظبوط. لما بتنزل ارض الملعب ايوه عشان تاخد الستارت بتفكر في ايه؟ في ميداليه ولا بتفكر انت تعمل تكسر رقمك ولا بتفكر في ايه بالظبط؟ ولا ما تطردش؟ لا طبعا اولا حلو ولا ما تطردش؟ هو انا اتطردت قبل كده؟ اكيد اكيد الضغط طبعا طبعا لازم يعني مركز، ما شتتش انتباهي بكذا حاجه، لازم اركز ان انا يعني هطلع ستارت جامد جدا ان شاء الله. بحاول ان انا اجري جامد ان انا طبعا، اما التركيز ان انا اكسر الرقم ان شاء الله واتحسن طبعا. كسره الرقم دي فرحه لوحديها يعني. ال 100 متر بتتقسم لكذا مرحله؟ لا ما بتتقسمش، ال 100 ما بتتقسمش. ما بتتقسمش؟ نفس واحد؟ نفس واحد. قوتك في البدايه ولا قوتك في النهايه؟ في البدايه في هي كلها جامده يعني. عرفني قول هو قوته فين؟ انا هجيلك انت عشان هو لا هي يعني هو السبع بينقسم لثلاث مسافات طبعا. الستارت او الاكسلريشن اريا بتبقى حوالي 30 متر، بعد كده مينتين سبيد او ثبات السرعه، ويدخل في الجلد والتحمل في الاخر. هو ابراهيم طبعا لما جالي، ابراهيم لعيب مميز جدا، ولد مجتهد بيشتغل شيفت ليل، وكان جاي وقال انا عايز يعني ابقى لعيب العاب قوه. ف لا وقف بس اتفضل وقف مش هسيبك. هو بيشتغل شيفت ليل، انا شيفت الليل ده بالنسبه لي بتمرن بالليل بس هو عنده شغله فبيشتغل بالليل. مظبوط كده. هو طالب مجتهد او بيصرف على نفسه بيشتغل ما شاء الله. حاجه جميله. وجا طبعا عن طريق صديق الكابتن ياسر، وكابتن ياسر بعته لي على طول. يعني هو جاي من حلوان او 15 مايو ما شاء الله. الولد ده مجتهد، هو طبعا بالنسبه لي بعيد كبير، يبقى خامه كبيره في السن، ما بيجيلي 18 سنه ما باخدش، لان طبعا انا بالي لو حضرتك شفت ال 12 سنه الاول من عندي من النادي الاهلي، ال 14 الاول من عندنا، ال16 الاول ما عندنا، فاحنا عاملين تفريخ من النادي الاهلي، معمل يعني طالعين 12 يسلم 14 يسلم 18 كده. فابراهيم ما جالي كبير، فانا طبعا اللي دايما ما ارفضش او اقفل الباب في وش البطل لو جالي اقول له اتفضل، لان حصلت لي في المنصوره يعني وانا داخل فقفل الباب في وش كتير يعني. عادي عادي عادي. سبع ساعات اقعد اعيط على الباب الاستاد عشان ادخل والاخر دخلني، والحمد لله يعني كانت بدايه موفقه وبيت بطل دولي. فابراهيم جالي بنفس الشكل، ما عملتش نفس اللي اتحصل معايا. فالحمد لله بدأ التمرين. أربع شهور يا كابتن خالد كان بطل الجمهورية في ال 18 سنة، وتاني جمهورية بعد لعيب الأول بتاعنا في النادي الأهلي في ال 20 سنة. عمل إنجاز كويس، هو لعيب مميز، طموحاته عالية جدا. إن شاء الله هيبقى في يوم من الأيام بإذن الله يعني هيضع خريطة مصر على الخريطة الأولمبية واسم النادي الأهلي عليا في المحافل الدولية. هو خامة دولية وإن شاء الله يعني ده وعد بإذن الله. ما شاء الله. إن شاء الله. آدي إبراهيم، آدي إبراهيم. أميرة. قرص بقى ولف وتقعد تلفي وقصة كبيرة. وليه دخلت القرص إزاي؟ انا اصلا انا كنت بلعب جله، قصف جله، بعدين دفع جله سوري عشان ايا كان مفيش مشكله بصي ولا حاجه خالص لازم تبقى براحتك خالص اوكي. بس بعد كده انا كنت رايحه العب جله يعني عند دكتور ناجي اسعد اول كويس. حد مرني، بعدين قال لي نجرب القرص. فلما جربت القرص قال لي كلمه كده انه انا بمرن اول بس، هتخسري ماتش هتمشي على طول وش دايركت كده ده نادي تمام. فاتمرنت واشتغلت على نفسي وبقيت فعلا في ظرف كام شهر بقيت من اول 16 بعدين 18 وبقيت من وانا تحت 18 سنه، من وانا تحت 16 بكسب ال 18 وال 20 ومن وانا تحت 18 سنه بقيت اكسب الدرجه الاولى. فيعني الحمد لله. اصعب البطولات السنه دي معاكي كانت ايه؟ اصعب بطوله لعبتيها السنه دي ولا اصعب؟ لا بالنسبه للجمهوريه والحمد لله ما بيبقاش عندي مشكله يعني كبيره. يعني الجمهوريه دي هي كل حاجه، كل الفرق مظبوط؟ بالظبط. بس يعني هي المنافسه بتبقى يعني ناس صغيرين في السن، فبتبقى المنافسه مش صعبه شويه بالنسبه لي في الجمهوريه. المنافسات بقى اللي بتبقى بالنسبه لي صعبه، كانت اصعب منافسه كانت العرب السنه دي، كانت بطوله العرب كانت لسه الشهر اللي فات. لا في الشهر ده بس في اوله. ايوه كانت منافسه صعبه جدا لاني كنت بلعب مع واحده جايه من البحرين بس هي مجنسه من نيجيريا. ف يعني وحش. كنت بلعب مع وحش. لعيبه وحش مش مشكله، بس اكيد اخدت خبره كويسه منها. انا خدت فضه وراه على طول، بس يعني الحمد لله انا كنت اقدر اكسب بس الظروف ساعتها ما كانتش معايا. حذرت شويه؟ حذرت شويه؟ لا ما حذرتش خالص يعني، بس كنا طالعين من اسبوع ماتش يعني جامد، فكان عندنا ماتشات كتير قوي قبليها فكنت خلاص استنفست يعني. ده تمام. كابتن ياسر اكيد في السيزون في تحديات عندك، في تحديات كتير على مدار السيزون بتتعامل معاها ازاي؟ بتحصل معاك مشاكل
الوضع شكله ازاي في جوه السيزون عندك؟ هو الاضطرابات اللي بتحصل احيانا يعني لما بتيجي السيزون ببقى عارف ماتش الدرع امتى والكاس امتى. البطولات العربيه او البطولات القاريه او حتى على مستوى الناشئين والجامعات ما بيبقاش معلنه غير قبلها مثلا باسبوعين ثلاثه، واحيانا ما بيبقاش في دعم مثلا لاختيار المنتخب من بطوله ما. اصل الهدف من البطولات اختيار منتخب مصر في مراحل سنيه مختلفه 16 او 18 او 20 او درجه اولى. فلما القرار بيجي ان احنا نشارك في بطوله الافريقيه تحت 18 سنه مثلا، عايزين نجمع المنتخب، فنجمع المنتخب طب نعمل بطوله ال 18 دي نقدمها اسبوع ونأخر اسبوع. فدي بالنسبه لنا كالعاب رقميه بتمثل ضغط على برنامج اللاعب والمدرب نفسه. يعني انا مثلا سي مدي 10 ايام اعداد او تحمل خاص مثلا، فال 10 ايام دول لهمش غصب عني لازم اطلع باللاعب بتاعي او اللاعبه للمستوى المطلوب في خلال مثلا اسبوع. فطبعا اكيد بيبقى لود على اللاعب وعلى المدرب، بيضغط على برنامجه وهكذا. انما في النهايه بنكون على كاعضاء فريق على قد الحدث. يعني احنا في البطوله العربيه جهزنا اولادنا، وكان عندنا بطوله الجامعات وبطوله القاهره وبطوله الجمهوريه قبلها في شهر، والحمد لله تم تاهيل مثلا 32 لاعب ولاعيبه للمشاركه في البطوله العربيه اللي كانت الشهر ده. اللي كانت في جامعه الملكيه بالظبط. عندنا منهم 17 لاعب ولاعيبه حققوا مراكز على مستوى البطوله، يعني يكاد يكون 50% من اكثر من 50% من المشاركين. فاحنا متعودين دايما ان احنا بنقدم اكثر من 70% من اعضاء المنتخب من النادي الاهلي. ده اللي بيعمل لنا ضغط في اثناء الموسم. ده اللي بيعمل لك ضغط. ده اللي بيعمل ضغط المستوى على مستوى جميع بقى القطاعات الاداريه والفنيه وحتى الطبيه. انما الحمد لله بنكون على قدر الحدث. يعني قلت لي كلمه مهمه، كله بيشتغل مع بعضه، فما ما عندكش مشكله. بالظبط تمام بالظبط. كلنا سبورت ورا اللاعب ده. يعني انا ببقى مدرب سبرنت اولاد، ممكن اساعد اللعيبه التانيين، لعيب الرمي في اطاله في ستريتشنج في اي حاجه بالنسبه للورمنج اب، لازم اكون ورا، لان الميداليه دي تخصنا كلنا. بكلمك بصراحه ما بتبقاش يعني بالزبط. ابراهيم يعني انا الوقت بيجري بيا، لكن لازم اسالك سؤال مهم. اكيد بتتابع حد على 100 متر على مستوى العالمي، اكيد تكون باصص له وعايز توصل للراجل ده. هو اللي بصراحه شديده جدا جدا. مين النجم الكبير اللي انت بتبص له؟ بالنسبه لي طبعا يوسين بولت. بولت اكيد. هايل ده انا بتابعه، بس مش هو برده، مش هو بس يعني، في برده ابطال تاني كتير بتفرج عليهم، بس في الاول والاخر هو بطل. هو بولت يعني لسه صار لمستواه اصلا. يعني طيب قول لي ازاي بتنسق بين حياتك بقى شغل، وبما ان انت بتصرف على نفسك ما شاء الله، دي حاجه انا بستني جدا. تمام. انا بدات اللعبه في 2017. كل تعظيم وشكر ليك اكيد اللي انت بتعمل ده. ازاي بقى بتنظم كل ده وفي الاخر ما شاء الله بطل؟ هو انا من سنه دخلت اللعبه، بدات في 2017 شهر 9 كده، يبقى لي سنه ونص حققت فيها انجازات الحمد لله. فوقت قريب جدا. كل بدات فيه بدات اللعبه شغل، كنتش بعرف اروح التمرين واصرف على نفسي بسبب ال كانش لسه يعني الظروف كانت العدل الحلو كده، مفيش مشكله. فاضطريت ان انا اشتغل عشان اروح التمرين وكده، والحمد لله. بعد اجتهاد ومعاناه خدت اول جمهوريه بعد اول 5 شهور. بعد كده بدات اطلع تاني 20 سنه. بعديها بشهور اتطورت وخدت تالت درجه اولى وتاني جامعات افريقيا برقم شخص جديد. والحمد لله يعني ان شاء الله بستعد لتوت الجمهوريه في شهر 9 اللي جاي. بصراحه تمام، مبسوط منك جدا. بس انا واضح الروح موجوده عندك والعزيمه موجوده عندك، فاكيد بس ان شاء الله. المشكله في حاجه ان مفيش دعم يعني. المشكله في الدعم دلوقتي. ايه الدعم بالنسبه لك؟ ايه الدعم بالنسبه لك؟ الدعم ان يبقى مثلا ان يبقى النظام الغذائي مثلا، الحديد مثلا معايا، مثلا دكتور هنا دكتور هنا، ما ينفعش يبقى مدرب طب خليني كل حاجه بقى خليني عشان بقى ده رئيس الجهاز موجود، رئيس الجهاز موجود لازم نتكلم. ياسر اكيد الدعم ده مهم جدا، اكيد اللي هو بيتكلم فيه دعم مهم، واكيد انت عندك منظومه واكيد عندك اهدافك بتحققها. بالتالي نقول له ايه؟ نقول له هو اكيد هو انت عندك الرؤيه المستقبليه. اكيد اكيد هو ابراهيم، هو واضح ان هو ايه متنشن شويتين. لا مش مشكله. فهو طبعا اول ما جه فعلا ما كانش لسه يعني تم تسجيله في النادي الاهلي اساسا. بمجرد ما دخل المنظومه ابتدى من هنا بعد شهرين ثلاثه زي ما هو بيقول لعب تسجيل، فابتدى النادي يقوم بدور الدعم المادي بالنسبه في الاول اللي ما كانش موجود. مش ابراهيم بس، جميع لاعبي الفريق كويس. اللي بيجي في الاول مثلا بيجي لي 20 لاعب، مش ال 20 بيخشوا منظومه النادي الاهلي، بيخش 2 3 اللي هم المميزين اللي أكيد. هم هيأدوا وهيتطوروا.
دول اللي بيخشوا. فهو اللي بيتكلم فيه عايز نوع من انواع التنظيم الفني، وده الموجود في الملعب حسب مواعيدهم. الجهاز الطبي بيقوم بدوره. هو يمكن يقصد بالدعم ان هو معظم لعيبه مصر دلوقتي يقولوا احنا عايزين حاجه اسمها مكملات، وقلنا ان دي منتهى الخطوره لانهم بيشوفوا بره المكملات دي واحد عايز يعمل ريكفري بسرعه فبياخد مثلا باودر مش عارف ايه وهكذا. هو ما شافش كابتن ايهاب عبد الرحمن ولا هو ماذا حدث؟ ما هو ده انا سمعت طبعا من الغرفه شفت. بص يا ابراهيم، اكيد اكيد المكملات دي وحاجات مهمه، واكيد انا شايف يا كابتن ياسر ده بعد اذن حضرتك دي اكيد انت عندك خطه معينه، لان اكيد المكملات دي حاجه مهمه ما تقدرش تبوظ اللعيب بتاعك بالزبط. لكن لازم تكون مكملات غذائيه واضحه جدا وتكون بره مش مدرجه جوه الحاجات. كابتن حفني لازم اجي لك سؤال مهم. اتفضل. ممكن يكون عندنا بطل اولمبي في الوقت اللي جاي في ال100 متر؟ بصراحه شديده انا عارف ان الحاجات متطلبات حاجات كتيره، لكن خلينا نحلم مع بعض ان يكون عندنا بطل على ال100 متر، هل ده ممكن ولا صعب؟ البطل الاولمبي يعني بيستغرق من 10 12 سنه عشان تصنعه. يعني ابراهيم ان شاء الله طموحاتنا معايا يعني زي ما قلت حضرتك ان هو احلامه سابقه الواقع بتاعه كتير شويه، لكن يعني دايما بحاول احجم الحاجه دي عنده شويه. يعني نبدا بطل مصر وبعدين العرب وبعدين افريقيا طبعاً. هو بيتكلم على يعني الامكانيات اللي هو بيحط نفسه فيها زي مثلا اوسن بولت او كده، لا موضوع الاكل او الحديد اللي هو بيتكلم عليه او الفيتامين او حاجه زي كده. قول لي بتصرف عليه قد ايه يا كابتن؟ دي منصوبه على بتصرف مثلا على 6 مليون دولار، مش اقل من 6 مليون دولار في السنه. يعني بتتكلم على 50 مباراة. يعني انا كنت بعمل في امريكا، كان عندنا في الجامعات بنعمل مثلا حوالي 52 ماتش في السنه. شفت 52 ماتش في السنه مباراة. فتخيل قد ايه المباريات دي كلها. يعني فاللعيب نفسه هنا منظومه الاتحاد بتبقى مثلا ماتشين جمهوريه وكاس والقاهره، فبيلعب اربع ماتشات بس يعني. فدي اللي بيبقى متاح لينا بالنسبه لنا. يعني هو ان شاء الله ما يدخل منتخب هيلاقي ان شاء الله الاقامه، يعني الرعايه بقى بتكمل يعني. لكن النادي الاهلي الحمد لله هو يعني حتى كان ابراهيم يعني اول ما جه كان الكابتن ياسر يديله دعم يعني مصروفات كده على قد شويه على جزء يعني. ساعدني كتير فعلا كابتن ياسر، ساعدني كتير. لا مش كابتن ياسر، النادي الاهلي ساعدك كتير. انا اسف، هو السبب برضه. انا بقصد في الجزئيه دي ان هو اول ما دخل في اول شهرين ثلاثه يعني، والحمد لله يعني رب العالمين النادي الاهلي طبعا البطل الاولمبي في مصر. نقدر ان شاء الله. ما نقدرش. عندنا خامات يا كابتن حفظ. في خامات، في خامات زي ما قلت لحضرتك ان انا عندي 12 سنه بطل مصر طالع احمد رجب. في عندي محمد فرحات بطل ال 16 وابراهيم ان شاء الله باذن الله هيدخل ان شاء الله من اسرع 8 في يوم من الايام. البطل اللي هو رقم من ثلاثه الاوائل ان شاء الله هياخد 10 سنين، ممكن يكون خامه من اللي طالعين اللي هم بطل ال 12 او ال 14 ان شاء الله. انا اتمنى بصراحه دي ام الالعاب، اتمنى اشوف بطل موجود ان شاء الله هو الساحه الدوليه. اميره طموحاتك ايه؟ ايوه سيبنا بقى بولت وسيبنا ال 100 متر، خلينا في القرص. طموحاتك ايه؟ طوكيو 2020. طوكيو 2020 بص عليها كويس؟ بحاول على قد ما اقدر يعني. محاولتك شكلها ازاي والطريق شكله ازاي قدامك؟ منور ازاي؟ بتتعملي ايه عشان نوصل طوكيو 2020؟ هو الاول احنا بنحاول ان احنا ندخل في افريقيا الاول، يعني طبعاً. عايزين ان احنا ننافس في افريقيا ونكسب، هما جامدين جدا جدا. انت بتلعب وحش. بتعمل ايه بقى؟ يعني هو وحش بجد. وحش بجد. ولا وبعدين النيجيريين اصلا جامدين، فهم دول اكتر ناس وجنوب افريقيا. فالاول ان احنا نحاول ان انا العب معاهم ماتشات كتير عشان اقدر بس ان انا ما اخافش منهم واعديهم. هو لو انا ما عملتش الستاندرد بتاع طوكيو ممكن ابقى احسن 32. الستاندرد نزل ولا لسه ما نزلش؟ نزل بس هو بعيد قوي. في الستينات وانا عندي 50 ف مفيش مشكله، بس الطموح موجود. هو الطموح موجود فعلا. احاول مثلا لو انا ما قدرتش اعمل الستاندرد ابقى احسن 32 فكده اقدر اروح. فانا احاول ان العب ماتشات كتير عشان ادخل من احسن 32 على العالم واقدر اروح طوكيو 2020. ياسر امير عندها طموح حلو، هنسبورت زي الطموح ده ككابتن ياسر داوود رئيس الجهاز اللي مسؤول عن هذه اللاعبين في النادي الاهلي. سبورت الاميره وكل اللاعبين المميزين في الرمي او في الجري او في الوثب بيتم عن طريق ان احنا في نهايه الموسم بيعمل شبه سمري تقييم كده ان اللعيبه المميزه ديان ومحتاج لهم هذا الدعم، سواء كان توفير من اول صاله الحديد والجيم والملعب مثلا، الملعب مفتوح لي ساعتين عايزه ثلاث اربع ساعات وهكذا. اعتقد ده تنسيق مع النشاط الرياضي. بالظبط، من خلال النشاط الرياضي بنعمل سبورت، بنعمل خطه الدعم لجميع لاعبي الفريق وبنقدمها للنشاط الرياضي، وباذن الله بنسبه 100% ان شاء الله يتوافق عليها، وبنحاول نوصل بالدعم بتاعنا اللي هم بيطمحوا يعني اللي هم بيأملوه واللي هم بيتمنوا الوصول ليه. كابتن ياسر بصراحه شديده، النتائج بالنسبه لك السنه دي مرضيه ولا فاقت توقعاتك ولا ايه بالظبط؟ بصراحه للموسم الماضي؟ للموسم اللي خلص عندنا مرضيه. مرضيه انما مش اللي انا بأمل فيه يعني. هو أفضل.
قلت لي انا كسبان كل حاجه وبعد كده تقول لي انا مش ده اللي بامل فيه. ايه اللي بتامل فيه في اللي جاي؟ بامل ان انا بدل الماكس يكون فرق 5 نقط يبقوا 10 نقط. هايل. بدل ما يبقوا 10 يبقوا 25. ده هدف تارجت. بتنقل ازاي اللاعبين يا كابتن هيفني للتارجت ده؟ بتتعامل معاهم ازاي؟ بتديهم الروح والحماس لان دي فيها جلد وفيها الصبر جوه ارض الميدان بالذات في العاب القوه، هي ام الالعاب في كل الالعاب عندكم مش في الجري بس. بتنقل اللعيب ازاي للحته دي؟ بتنقلها له ازاي؟ بتحفزه ازاي؟ والله احنا بنبدا في التمرين بالنسبه للعيبه اللي هم السبرنت خاصه، لان طبعا الفصيل اللي بدربه هو سبرنت، ده طبعا اخطر حاجه في التراك كله يعني، لان طبعا ابراهيم اتطرد قبل كده في الستارت. بطل عالم اتطرد في الستارت كتير جدا، كل الناس بيبقوا تحت محطوطين تحت ضغط عالي قوي قوي يعني. فكنا نعمل له مثلا بقى اختبارات كل اسبوع، مثلا زي تيست مع ناس اقوى، اللي هو لعيب ده ابراهيم مثلا بطل 20 بنزله مع بطل الدرجه الاولى عندنا في دي، يبدا يتعود على الضغط تحت الضغط ده في الستارت. ممكن اتلاعب بالزمن مع البلوك ستارت مثلا في الطلقه عشان ادربه على الحاجات دي. فطبعا لازم ده غير اللي هي الحاله النفسيه، ان انا طبعا لازم اكون من ورا دايما بعمل حاجه اسمها تغذيه رياضيه يوميا على ازاي تحافظ على الميداليه بتاعتك، ازاي تطور الرقم بتاعك. فالحمد لله يا رب العالمين يعني احنا الجزئيه دي كويسين جدا فيها مع اللعيبه بتوعنا، لان لازم ننقل اللي احنا اتوضعنا فيه اثناء ما كنا لعيبه. طبعا اتمرنا مع مدربين اجانب كتير في المنتخب، مع طبعا اتمرنت مع مدربين مختلفين الجنسيات يعني. فالحمد لله كنت بكتسب من كل واحد، من الروس، من الالمان، من كل مدرب انا اتمرن معاه ايه الخبرات اللي انا ممكن انا يعني طبعًا تفيدني يعني طبعًا. فالحمد لله رب العالمين انا كنت مصنف على مستوى العالم. حابب ان ابراهيم يكون افضل مني لانه ابن من ابنائي ان شاء الله. فبنقل له كل الخبرات اللي انا اتعلمتها او اكتسبتها من اوروبا او امريكا خاصه. وان شاء الله اللي جاي يعني يكون افضل. اولاد اساله سؤال عشان خليه ترد عليه. اتفضل. ابراهيم تدريبات بتبقى صعبه جدا. انا واحد من الناس كنت بكره اروح الجيم، ما بحبوش، وانا لعيب هاندبول ما بحبوش. في تدريبات صعبه جدا عندك، ايه اكتر تدريب ما بتحبش تعمله؟ النفس. التحمل. التحمل ليه؟ لا لعيب العاب قوه، لازم لعيب العاب قوه. بجري 100 و200، اجري 46 دقيقه. 46 دقيقه 45 45 يعني. لا او الهوائي ده خف عليه شويه. لا الكوتش حضرتك طبعا هاندبول مش برضه ما بيحبوش الجري برضه، نفس المشكله. لا كل لعيبه مصر حتى ايفن الكوره، كل المنظومه في مصر او اللعيبه مع انه بطل ورياضي لازم نجري ونروح التدريب. ده لازم انت عشان تتجنب اي شد عضل او اي مزق لازم بحاجه اللي هو الهوائي عندك في العضله رقم واحد اساسي. تبدا تتفرع منه تخش على الهوائي. بعد كده التحمل، والتحمل الخاص يعني. فهي منظومه مكتمله، لكن لو جبت منظومه قبل منظومه سؤال مهم. بتقول له انزل الملعب ازاي 45 دقيقه على طول بقى؟ بصراحه هو طبعا بالتدريج هو مش هينزل كده 45 دقيقه يعني. يعني ببدا انت عارف يعني ايه دقيقه ودقيقه راحه، مثلا ريكفري بقى دقيقه مشي، بعد كده ببدا الغي دقيقه مشي تبقى جوكن مثلا زي ده يعني. انت بتبدا تتلاعب مع اللاعب جيم في سبيل ان هو يوصل للهدف اللي حضرتك عايزه كمدرب. وتوصل في الاخر للميداليه. هو ما بيوصل ويلبس الميداليه يعني بيبقى اعظم حاجه في الطريق، افضل حاجه طبعا. شكرا انك كفايه ان هو يرفع علم النادي الاهلي على منصه التتويج، بتبقى حاجه جميله حقيقة. وبيبقى فرحان، لكن هو ما بينزل تاني يوم اقول له استعد عشان البطوله اللي جايه اقوى يعني. خش على اميره. اميره، ايه التدريب الصعب؟ ايه التدريب المهم اللي انت في تدريب بتحبي تعمليه وتحبي تستمتعي بيه؟ تدريب الرم يعني بتبقى متعه حياتي لما اكون برمي. وانت بترمي القرص؟ دي اكتر حاجه انا بحبها فعلا. اخش جوه دماغك شويه. اوكي. بتفكري في ايه وانت بترمي القرص؟ بفكر في ايه؟ بصراحه بفكر القرص هينزل فين. يعني عايزاه يوصل بعيد قوي ما ينزلش. والقرص بيطير قدامك، بتزقيه بقلبك وتزقيه، بتقولي له روح صح؟ دي حقيقة. ببقى يعني بفضل اصرخ اصرخ نفسي يعني يخاف مني ويجري. يعني هي كده. اصعب حاجه بتعمليها في الالعاب القوه التدريبات شاقه جدا بالنسبه لك؟ جري. يعني ليه كده مره واحده؟ جري والحديد. جري والحديد. بالذات في فترات الاعداد لما بيكون بيبقى في تحمل بنجري كتير يعني، ممكن نجري ساعات في اوقات بنوصل ساعه ولو بنعمل مطالع. والحديد بقى في فترات الاعداد بيبقى 10 عدات في 5 مجاميع، فبتبقى بتجري من الكلام ده بصراحه. بجري قوي. ممكن كابتن لف دار بقى كاروت. كاروت. ياسر. كابتن ياسر سامع. كابتن ياسر سامع بقى خلاص مش كده. كابتن ياسر اكيد المعالجات دي عندك لازم مدربين بيشربوا اللعيبه يعني بالتدريبات دي بالهادي عشان يقدروا يطلعوا ابطال. اكيد. بتقول لهم ايه في الكلام ده حضرتك شخصيا؟
انا طبعا بصفتي بتابع التدريب مع الساده المدربين وبشوف الكونكت بينهم وبين اللعيبه ازاي. احيانا بتدخل واحيانا لو انا بتكلم مع مدربي بعد ما اخلصه زي ما يعني مش بعنفه يعني, انما بقول له يعني كنت اقول له كذا, كنت زود مثلا الخمس نفرات دول خليهم سبعه, السبعه دول طب نخليهم خمسه وبكره اعملهم اثنين. بيبقى زي ما كابتن حفني قال كده, احيانا بيبقى فيدباك بنتكلم ان النهارده طب ما بكره نعمل كذا عشان الحته دي عشان ما يقفش مننا هناك, لا تخليه مثلا لكامل اللفه سي مثلا باي جايزه عينيه هنا ما يجي لنا. ده كلام مع الساده المدربين اللي بيها, حتى لو لاعب الوزن مثلا بينط طب لا طب ما نحط له مثلا خط وهمي كده, خط احمر لو عديت الخط ده مسابقه بينهم عشان نوصل للهدف. اختلاف الشخصيات عندك اكيد لكل واحد يتعامل, لان بالذات اللعيب الفرد ده احنا لعيب جماعه, المدرب يقوم داخل مزعق فينا العب مرن كده يعني فاهم, لكن انتوا الوضع مختلف شويه لان التعامل بيكون نفسي اكتر مع اللعيب الفردي. بالظبط عشان كده بياخد من 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 المدربين ومني تحديدا وقت في التعامل. يعني مثلا يعني احيانا ممكن بعد التمرين اقعد ساعتين ثلاثه اربعه في الملعب باستمرار, بخلص مثلا سي مع اميره بقعد مع ابراهيم, خلص مع ابراهيم اقعد مع احمد وهكذا زي ما انت قلت, لان كل واحد ليه مدخل خاص بيه اكيد. يعني في واحد بيحب التعنيف, في واحد لو عنفته ممكن يزعل ما يجيش بكره وهكذا. ما حاله نفسيه النصيحه اللي بتقدمها للاعبين العاب القوى في النادي الاهلي بانك انت رئيس جهاز النادي الاهلي بعد موسم عظيم رائع حصد كل بطولات النادي الاهلي؟ النصيحه اللي بقولها لهم ما تكتفوش من المكسب, ما تكتفوش من الهدف الهدف اللي انتوا حققوه سواء كان رقم زمني او مسافه, احلم باكتر من كده بكتير, وحاول ما تشتكيش, حاول تمشي قدام وتاكد ان احنا كمنظومه اعتبارا من اول اعضاء السيد اعضاء مجلس الاداره للنشاط الرياضي للجهاز شايفينك وبندعمك على قد ما نقدر وهنسندك, فثق في قدراتك وفي قدرات جهازك وناديك واطمع في المزيد. اميره وانت بتلعبي مع لعيبه اصدقائك جوه الملعب وعايزه تكسبي بتتعاملي ازاي معاهم وتقول لهم ايه مع انك انت عايزه تكسبي الذهب لوحدك؟ ده جوه الماتش يعني؟ جوه الماتش طبعا. لا هو انا في الماتش ما بكلمش مع حد خالص. خالص هو ده سيستم. بكون مركزه يعني انا والمدرب بس. انت والمدرب بتاعك مع ان كلكم نادي اهلي لكن نادي اهلي وفي في التدريبات منهم بنتمرن مع بعض. في التدريبات بتعملوا ايه بصراحه؟ في التدريبات يعني بنحاول ان احنا كل واحد فينا يبقى مركز في هدفه احسن كويس. يعني بدل ما نتكلم مع بعض مش بتقعدي تتكلمي معاهم ممكن بعد ترمي رميه بالشكل الفلاني كنت بتلفي مثلا حاجه كده ولا توجيه اخطاء توجيهات يعني ساعات يعني مش كتير بس ساعات بنعمل كده وبعدين هم اللي بيتمرنوا معايا في مراحل سنيه مختلفه فدايما بتبقى مش دايما بنبقى مع بعض يعني هم عندهم بطولات في وقت معين انا عندي بطولات في وقت معين فالكابتن بيحاول يفصل شويه عشان يبقى مركز مع كل مرحله سنيه لوحدها. هسألك سؤال اخير, امتى نشوف واحده واقفه على الميداليه الذهبيه في القرص في العالم مش في مصر؟ في العالم؟ في العالم طبعا. ده في كتير في ده وقفت كتير مصريه مصريه لا مش عارف. طب ناويه؟ ناويه نفسي اكون نفسي. انا عملت قبل كده يعني كنت خدت خامس عالم تحت 18 سنه في اولمبياد الشباب دي كان يعني انجاز مسبوق عمره ما حد عمله قبل كده جدا فيعني بس من اربع مراكز انا بالظبط احنا عايزين نعمل كده فانا بحاول ده هدفي دايما انا بحب دايما اعمل حاجه ما حدش عملها قبل كده يعني فانا دايما بحاول اسعى للتميز فان شاء الله ربنا معاكي اتمنى ده ان شاء الله باذن الله تكوني واقفه على المستوى التتويج في العالم وبرده مبارك لك في قناه الاهلي ان شاء الله. ابراهيم السؤال الاخير ليك لازم هنروح فين مع ابراهيم يسري في منصه التتويج عايز ايه؟ نفسي ابقى منافس من ابطال العالم نفسي اطلع بره نفسي يعني زي ما قلت لحضرتك نفسي ابقى منافس قوي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك وتقف على منصه التتويج مع كابتن حفتي وكابتن ياسر وان شاء الله وان شاء الله وعدك ان شاء الله وعدك قريب باذن الله يا رب باذن الله ان شاء الله. كابتن حفني السؤال اللي انت عايز اساله لك نفسي تتكلم فيه خلاص احنا الحلقه بتخلص ان انا اخذت كتيره في المقدمه لكن بقول لك انا فعلا مبسوط فرحان جدا بالنتائج اللي انتوا حققينها الحمد لله. هدفك ايه في المرحله اللي جايه في السنه الجديده تتمنى ايه للنادي الاهلي في العاب القوى؟ ان شاء الله المزيد من الانتصار والتتويج على منصه دايما اللي بنحب ان احنا نشوفه كمدربين في
في المدرجات او في الملاعب ان انا اشوف دايما النادي الاهلي في رقم واحد في النص منصه التتويج. فدايما متعودين على كده، حتى لو جيت مثلا احيانا حد تاني من نادي تاني، وطبعا حق الانديه التانيه المنافسه وحق لهم حق شرعي في الحصول على بعض الميداليات، بس بصراحه بزعل يعني. ما بحب يعني لما بلاقي اي حد تاني غير النادي الاهلي موجود على رقم واحد بزعل. انا حتى دايما في جميع صوري مع اللعيبه بقعد بتصور معاهم واشاور على رقم واحد، ان احنا دايما رقم واحد، الاهلي دايما الافضل طبعاً. وان شاء الله احنا يعني هدفنا التميز والتفوق والمنافسه على المستوى الدولي مش المحلي. يعني هدفنا دايما نكون عندنا ان شاء الله بطل اولمبي زي ابراهيم ان شاء الله، واللعيبه اللي طالعين، او ان شاء الله اميره، وان شاء الله هننافس باذن الله يبقى لنا اسم على الخريطه الاولمبيه. اوعدك يعني في اللي جاي وده هدفنا وهدف رئيس الجهاز كابتن ياسر وكل المدربين. كلنا بنشتغل يعني بنيجي ما لناش مواعيد، يعني احنا بنيجي في مرحله وقت مفتوح بنشتغل. احنا هدفنا ان احنا نطلع بطل دولي يعني مش بطل محلي. كلمه بطل جمهوريه دي يعني بقت عاديه، ويعني حاجه مش النادي الاهلي عايزين بترضينا يعني اه لا مش بترضي غير، لكن النادي الاهلي اعلى من كده، وان شاء الله باذن الله في الصداره ومتفوقين باذن الله ان شاء الله في اللي جاي يا رب. كابتن ياسر حققنا كل حاجه الحمد لله، لكن لسه عندنا مستويات عربيه وافريقيه وعايزين نطلع للعالميه. طموحك ايه في المرحله الجايه؟ وكلمه اخيره لحضرتك. طموحي ان احنا فعلا نفسي ابتداء من على مستوى الفرق النادي الاهلي، الفرق العربيه، نفسي يبقى في بطوله عربيه باسم النادي الاهلي عشان احنا كمان نوري الناس تفوقنا في العاب القوى. واحنا بنسعى وبنعمل اشتغل ده مع اكيد كابتن رفعت عبد القادر في النشاط الرياضي، اكيد بتسعى لده. بالظبط تمام بالظبط، بنسعى لده ان احنا نشارك في بطوله دوليه انديه عربيه، ومنها وزي ما بيقولوا ان انا عيني على الانك افريقي او مجنس او مش مجنس، انا بعيني على الرقم اللي بيتحقق. وفعلا هو ده اللي احنا بنسعى اليه، ان احنا نشارك في البطولات العربيه وبعديها الافريقيه، ودي الافريقيه يبقى عالميه بشيء من التنظيم والصبر والدعم الفني والمادي والطبي باذن الله. ممكن 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 يعني في ظل الظروف الحاليه بتحسب بالنسبه على مستوى الفرق. احنا كنادي اهلي وكنشاط رياضي واللوائح دايما بتتغير للاحسن. ان شاء الله يعني الجهود دي تتوحد ان احنا نوصل للهدف ان احنا يبقى عندي بطل واثنين وثلاثه واربعه، واحنا اوريدي كان عندنا بس عايزين نزودهم بقى باذن الله. طموحي لالعاب القوى بصراحه الكابتن ياسر المركز الاول اللي بيعمله 100 متر بيعمله سنه 12 ثانيه 13 ثانيه يعمل 10 و9 ده السنه الجايه ان شاء الله اذا كان موجود، لان انا مش اكيد مش بحدد اجهزه بتحدد في النادي الاهلي في شهر 6، ده مش دوري، ده دور النشاط الرياضي. لكن نقول ان العاب القوى ما شاء الله عليها انجازات وبطولات وكؤوس، ولا احلى ولا اروع من كده. كل ده دولاب بطولات النادي الاهلي، ده اللي اتكلمت عليه في اول الحلقه، قلت فيها ان ده النادي الاهلي، بطولات النادي الاهلي في كل الالعاب، دولاب كبير ما شاء الله عليه. والدولاب ايه؟ في ارفف كتيره لسه مستنيه انجازات كتيره للنادي الاهلي. في اخر حلقه لازم اشكرهم، بشكرك كابتن ياسر، انت بشكر عفني، شكرا كابتن اميره، كابتن ابراهيم، اتمنى لكم التوفيق في المرحله الجايه باذن الله. شكرا. في اخر حلقه ما شاء الله بطولات العاب القوى، تعظيم سلام، سيزون عظيم، سيزون جميل لالعاب القوى بحصد مراكز الاولى في كل البطولات على كل الاعمار، رجال سيدات ناشئين ناشئات، ولا أروع ولا أحلى من كده. شكرا وإلى اللقاء.